للحديث عن نفوذ ميليشيا حزب العمال في العراق ومستقبل المحادثات المتواصلة بين العراق وتركيا في ظل مواصلة ميليشيات الحشد دعم لهذه الميليشيا، معنا من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد كاظم ياور. سيد كاظم، بداية مرحبا بك. ما الذي يمنع حكومة بغداد برأيك من الوصول إلى حل جذري بالنسبة لميليشيا حزب العمال الكردستاني، نظرا لما لها من ضرر على العراق داخليا وخارجيا؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا الظروف الموضوعية سواء كانت أمنية أو سياسية هي حائل أمام الحكومة العراقية الحالية من أن تتخذ خطوات جدية في هذا الملف الصعب أمامها صراحة في هذه المرحلة. فمن حيث الظروف الموضوعية الأمنية، أن حزب العمال الكردستاني هم يختلفون عن الجماعات المسلحة الأخرى كالمعارضة الإيرانية وغيرها، من حيث أنهم يتحصنون في مناطق جبلية ويسيطرون على أراضي عراقية وغير عراقية. هم يتمكنون في هذه المناطق، والحكومة العراقية وحتى حكومة إقليم كردستان العراق لا تصل إلى هذه المناطق للنفوذ الكبير لهذه الجماعات هناك. وهناك ظروف وموضوعية سياسية إقليمية والدولية، من حيث أن بعض أذرع الحزب العمال الكردستاني في سوريا، قسد وغيرها، الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع هذه الأذرع يعني في سوريا. فهذه كذلك حائل سياسي من حيث الغطاء السياسي الذي يغطي بها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأذرع. وكذلك هناك الكل يعلم في منطقة سنجار قضاء عراقي تابع لمحافظة النينوى، هناك عناصر من حزب العمال الكردستاني ينتشرون في هذه القضاء، ولديهم علاقات وارتباطات مع بعض الفصائل وجماعات تحت يعني هيئة حشد الشعبي هناك، غير خافية على جميع الأطراف. فهذه يعني التعامل كذلك هي غطاء سياسي لعمل بعض الجماعات المتواجدة في السنجار. فكل هذه الظروف الموضوعية الأمنية والسياسية هي عوائق أمام الحكومة العراقية الحالية باتخاذ خطوات جدية في هذه المرحلة. الخطوات الجدية ممكن أن تسهل ربما لو كان هناك استراتيجية مع الجانب التركي توضع بين الطرفين بشكل جدي وملموس ووفق معلومات ووفق بيانات ومعطيات حقيقية على الأرض للوصول إلى حلول. لماذا يا ترى لا تتعاون أو لم تتعاون أو لم تتخذ خطوات إن صح التعبير إجرائية حقيقية على الأرض كاستراتيجية مثلما حصلت يعني حصل ما بين الحكومات المتعاقبة وإيران أو الاتفاقية الأمنية التي حصلت مع إيران؟ لماذا لا تترجم أيضا اتفاقية ملموسة حقيقية مع الجانب التركي؟ نعم، بخصوص يعني عقد اتفاقية مع تركيا حول إبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني عن مناطق الحدودية وفي سنجار ومناطق أخرى، ورأينا يعني منذ أيام هناك تصريحات من أعضاء في لجنة أمن ودفاع في برلمان العراقي بهذا الخصوص، وكذلك حتى بعض المستشارين لسيد رئيس الوزراء بهذا الصدد. ولكن هذه التصريحات أنا برأيي الشخصي من حيث الظروف الموضوعية التي يحيط بهذه المشكلة هي يعني قياس مع فارق مع جماعات الإيرانية. فهؤلاء جماعات الإيرانية، المعارضة الإيرانية، هؤلاء هم يعني معارضة سياسية
لم يقوموا يوم من الأيام باستهداف مباشر لأمن القومي الإيراني عن طريق الأراضي العراقية، ولا يملكون أسلحة من شأنها أن تهدد الأمن القومي الإيراني، وهم مسيطر عليهم على قواعدهم على معسكراتهم من قبل حكومة إقليم كردستان العراق. أما حزب العمال الكردستاني حزب بحجم الدولة، يعني يعارض الدولة العراقية، وكان هناك في مناسبات عديدة تصادم مع قوات العراقية، وهناك شهداء من القوات العراقية وكذلك تركيا وحتى قوات البيشمركة، فهؤلاء غير مسيطر عليهم. فتصريحات بهكذا حجم بهكذا مقارنات ما هي إلا يعني تصريحات سياسية غير موضوعية وغير مهنية بهذا الاتجاه. يعني أمام العراق والحكومة التركية لابد أن يكون هناك استراتيجيات وسياسات جديدة تحافظ كلا البلدين على مصالحهما، الأمن القومي من حيث السياسي يتعارض مع الإرادة الإيرانية. يعني عندما نتساءل ونقول كيف لحكومة أن تسمح لميليشيا مسلحة من المفترض أن تكون هي تابعة للقوات المسلحة أو القائد العام للقوات المسلحة، كيف تسمح للحشد بأن يكون متفقا مع ميليشيا حزب العمال الكردستاني، وهي ميليشيا وهي منظمة إرهابية، في حين أن ذلك يسبب ضررا على العراق داخليا وخارجيا؟ ألا ترى أن منطقية الحديث عن رسم استراتيجية عراقية تركية هي تنافي المنطق مع وجود الإرادة الإيرانية والمصالح الإيرانية؟ طبعا يعني ملف الحزب العمال الكردستاني ملف من حيث التاريخ يعني ربما أكثر من 4 عقود، وهناك يعني مشاكل باتجاه تركيا وباتجاه العراق، ولا توجد باتجاه إيران من قبل حزب العمال الكردستاني. الكل يعلم حتى أن الحزب العمال الكردستاني في آونة الأخيرة عندما تم إبعاد المعارضة الإيرانية الكردية عن المناطق الحدودية، حاول حزب العمال الكردستاني أن تذهب إلى أماكن هؤلاء، ولم نرى يعني تصريحات من قبل الجمهورية الإسلامية بهذا الاتجاه من حيث طرد كذلك حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق. فأما الحكومة العراقية سواء كانت في يعني في حكومة حيدر العبادي أو في حكومة عادل عبد المهدي وحتى في حكومة سيد الكاظمي، رأينا عقد اتفاقية ما بين حكومة إقليم وحكومة المركزية بتسمية اتفاقية سنجار بإبعاد كل هؤلاء العناصر من سنجار. وحتى في منذ أيام أنا كنت حاضرا في ملتقى شرق الأوسط في أربيل، أكد سيد وزير داخلية في حكومة إقليم كردستان العراق أنهم لا يسمحون بتواجد أي عنصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة السنجار، ويطالبون بتطبيق اتفاقية سنجار ما بين الحكومتين. وحتى العناصر المتواجدة أو الحكومة العراقية ترغب بتشكيل قوات أمنية من قبل سكان أهالي السنجار، فذكر أن من شروط تشكيل هكذا قوات لابد أن يكون هناك فلاتر أمنية يشترك فيها حكومة إقليم وحكومة المركزية، ومن شأنها إبعاد كل العناصر يعني غير منتمية عراقية خالصة، وإبعاد جميع الفصائل عن منطقة السنجار. فالمصلحة الحقيقية لحكومة إقليم كردستان العراق وكذلك للدولة العراقية بشكل الكل يقتضي أن يعني أن يكون هناك اتفاقية، يعني ليست كما كان مثل إيران يوم يظهر على العلن أنهم أن العراق نفذ بنودها، إيران هكذا تقول، ويوم آخر عندما يكون هناك ظروف سياسية ينقلبون يقولون. شكرا جزيلا ونعتذر منك جدا أستاذ كاظم ياور لضيق الوقت، وشرفنا على الختام من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي سيد كاظم ياور، شكرا لك.